نصيحة نقدمها حق المزارعين، أخواننا المزارعين وأخواننا الزراعات المنزلية، يجب علينا الاستخدام الأمثل والتقنين من استخدام المبيدات. على سبيل المثال عندنا هنا إصابة تحت المجهر تبين لنا أن هذه الإصابة البق الدقيقي، لابد من استخدام المبيد المتخصص في مكافحتها. نبدأ بعملية التشخيص المناسب والاستخدام الأمثل، يكون في المبيدات المتخصصة. عندنا الركن هنا فيه التعريف بالزراعة العضوية والمنتجات العضوية والمدخلات العضوية. بداية تعريف الزراعة العضوية هي الزراعة الصديقة للبيئة التي لا تعنى باستخدام المواد مصنعة كيميائيا، وإنما نستخدم جميع المواد طبيعية. تعريف بسيط للزراعة العضوية هي زراعة الآباء والأجداد، كانوا يزرعوا لكن ما يستخدموا المواد المصنعة كيميائيا. عندنا أسمدة وعندنا مبيدات أو مدخلات، كلها مستخلصات من أمور طبيعية. كيف نفرق بين المدخلات العضوية والتقليدية؟ عن طريق وجود أحد الشعارات المعتمدة، والله الحمد هنا في السعودية عندنا شعار المدخلات العضوية أو الصالح للاستخدام في المزارع العضوية. إذا شفنا هذا الشعار يعني هذا المدخل طبيعي وصالح للاستخدام في المزارع العضوية. ما يخص المنتجات، لابد أن نشوف أحد الشعارات المعتمدة، ولله الحمد عندنا الشعار السعودي للمنتجات العضوية أورغانيك. هذا إذا شفناه ما يهمنا كمستهلكين أن هذه المنتجات كلها خالية من تدخل الكيميائي المصنع.